بسم الله الرحمن الرحيم، معكم اخوكم نور الحق من ارض الممنوعات، معرض غصن زيتون. النهارده بنسلم عربيه سوبر بلس اس زد اكس موديل 2023 سوبر بلس. العربيه الكامله كل حاجه بنسلمها النهارده للاستاذ احمد اللي مشرفنا من محافظه القاهره. الحلم بقى حقيقه، النهارده تقدر تستلم عربيه كامله موديل 2023 بمقدم 46000 جنيه بس. الناس اللي لسه قاعده في البيت وبتشكك في الموضوع بنقول لهم الموضوع بجد، والكلام فعلا بجد، والناس مضت امبارح واستلمت النهارده بمقدم 46000 جنيه استلمت عربيه كامله كل حاجه موديل 2023 عربيه سوبر بلس اس زد، وراحت رخصت العربيه النهارده كمان والنمر في ايديها. الموضوع كله خد منك 48 ساعه، مضيت امبارح واستلمت النهارده عربيه موديل 2023 بمقدم 46000 جنيه بس. الناس اللي لسه قاعده على الكنبه تتحرك، العرض لنهايه الشهر بس، العرض لنهايه الشهر بس. انت كمان تقدر تستلم عربيه زيرو موديل 2023 الكامله بمقدم 46 والعاديه بمقدم 30000 جنيه بس. بنسلمها للاستاذ احمد اللي مشرفنا من محافظه القاهره. حابين بس نعرف ايه رايك وانطباعك عن المكان الاول؟ لا، هو انطباع عن المكان ان الناس، كل الناس اللي فيه محترمه، والناس بصراحه ما اثرتش معايا في حاجه. محدش اثر معاك في حاجه؟ لا 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 لا، ما حدش اثر معايا في حاجه. واللي انا قلته احكي لي بقى الاجراءات بقى كانت ماشيه معاك ازاي في البنك، والقصه كلها كانت ماشيه معاك ازاي؟ والله انا رحت البنك من حوالي 4 ايام. تمام. استفسرت على كل حاجه. تمام. وقدمت لهم الورق، انا كنت عامل حسابي في الورق بصراحه. تمام. قدمت لهم الورق اللي هم عايزينه، الورق المطلوب. اه. واديتهم كل حاجه، ورحت امبارح دفعت المقدم. تمام. واتفاجئت بالليل ان موظف البنك بيتصل بيا ان انا هستلم العربيه بكره في المرور. يعني حضرتك مضيت امبارح ودفعت المقدم امبارح واستلمت النهارده؟ استلمت النهارده. ورخصت كمان النهارده؟ رخصت النهارده فعلا، استلمتها في المرور. تمام. ورخصت النهارده، ولسه انا لسه جاي من المرور حالا، وادي النمر في ايدي اهي والرخصه في العربيه، لسه جاي من المرور حالا وكل حاجه خلصانه والحمد لله. ودفعت مقدم كام؟ 46. ده شامل التامين وشامل كل حاجه؟ كل حاجه ما عدا الرخصه. اه، دي مصاريف الترخيص اللي انت دفعتها في المرور بس. اه، مصاريف الترخيص بس هي اللي بره 46. تمام. الناس اللي بتتابعنا دلوقتي اللي لسه بتشكك في العرض ده، تحب تقول لهم ايه؟ اللي عايز عربيه فعلا يجي معرض غصن الزيتون. تمام. كل حاجه مظبوطه فيه. تمام. الناس كويسه والعربيات مظبوطه ومفيش اي مانع معاك وكل حاجه سهله. بمقدم 46 تستلم عربيه كامله فيها طقم جانتي وكاوتش وشاشه وكاميرا وفوانيس ليد وستنر كامل في العربيه ومنظومه امان ضد السرقه ووحده رفع ايدات كهرباء بالزراير ووحده رفع ايدات كهرباء بالريموت كامله كل حاجه بمقدم 46000 جنيه بس. يعني مقدم توك توك تستلم عربيه كامله موديل 2023. في النهايه بنتمنى من ربنا ان يديك خيرها ويكفيك شرها ان شاء الله، ويستر طريقك كده ويسد ما عليك. وعايزينك برضو في النهايه كده تقول كلمه للناس اللي بتتابعنا على النت، تحب تقول لهم ايه في النهايه؟ احب اقول لهم فعلا اللي عايز يجيب عربيه يجي معرض غصن الزيتون عند الحاج سيد. تمام. وتقول لهم ان العرض بجد فعلا؟ هو العرض فعلا بجد. تمام. هو لفتره معينه. تمام. بعد الفتره دي ما تخلص طبعا كل حاجه ترجع زي ما هي. مظبوط. تمام. في النهايه بنتمنى من ربنا يديك خيرها وفي الشر ان شاء الله، ويسر طريقك. شكرا. شكرا.